على مدى أكثر من 90 دقيقة تابع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله العرض العالمي اللؤلؤة لابيرل الذي انطلق من مسرح فندق ويست في مدينة الحبتور على طريق الشيخ زايد في دبي منذ الشهر المنصرم وعلى ضفاف قناة دبي المائية. وشهد العرض إلى جانب سموه في المسرح العالمي في فندق ويست بمدينة الحبتور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم وعدد من أصحاب المعالي الوزراء ومديري الهيئات والمؤسسات الحكومية في دبي إلى جانب أكثر من 1000 مشاهد حضروا العرض الذي انتجته شركة دراغون إحدى شركات الإنتاج الفني العالمية وأخرجه المخرج المسرحي العالمي فرانكو دراغون ومقرها بروكسل وأسسته مجموعة شركات الحبتورة كي يعكس الوجه الحضاري والإنساني والثقافي لدولتنا العزيزة ويستقطب السياح إلى بلادنا من أقطار العالم حيث أن العرض يتضمن فقرات تراثية من تراثنا الوطني كالغوص وصيد اللؤلؤ والأزياء الوطنية وبعض الرياضات المائية وحتى الإنارة الداخلية التي عكست الحضارة العربية العريقة. كما تضمن العرض فقرات ثقافية وفنية وأكروبات رياضية وبهلوانية أبهرت المشاهدين وحبست الأنفاس لما تتمتع به من حرفية عالية ولياقة بدنية وتقنية احترافية تناغمت والتقنية العالية التي صمم عليها المسرح الدائم في الحبتور سيتي. وأفاد السيد محمد خلف الحبتور نائب رئيس المجموعة أن المسرح الذي يتسع لأكثر من 1300 متفرج صمم خصيصا لاستضافة عرض اللؤلؤة وبالإمكان تغيير فقرات العرض بنسبة 20% إذا ما تطلب الأمر ذلك وهذا يعود للحضور الجماهيري وثقافاته المتعددة. وأكد محمد الحبتور أن المجموعة قامت بفكرة إنشاء وتأسيس هذا العرض المسرحي بالتعاون مع شركة دراغون العالمية ومقرها بروكسل كي تظهر للعالم أن لدولة الإمارات العربية المتحدة موقعا على خارطة العالم الثقافية والسياحية وغنية بإرثها الثقافي وتاريخها العريق وبسمعتها العالمية الطيبة التي تؤهلها لتكون الوجهة المفضلة للسياح ورجال الأعمال والفنانين المثقفين وغيرهم. وشارك في تقديم العرض نحو 65 فنانا من 23 دولة أدوا عملهم ببراعة وتناغم ملحوظ يعكس الخليط الثقافي والإنساني الذي يجمع شعوب العالم على المحبة والوئام والسلامة. وفي ختام العرض حيا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المشاركين في العرض معربا عن ترحيبه بمثل هذه العروض والمهرجانات والفعاليات الفنية والثقافية التي تستضيفها دولتنا الحبيبة كي تظل رمزا شامخا للفن والثقافة وأيقونة للفرح والسعادة وملتقا للمبدعين في شتى المجالات ووجهة مرغوبة للسياح ورجال الأعمال ورواد الفكر والجمال والسلامة. وأكد سموه أن دولة الإمارات تصنع الفرح وتعزز قيم التسامح والعيش المختلط من خلال تنظيم واستضافة مؤسساتنا الوطنية لمثل هذه المناسبات واللقاءات والمنتديات التي تجذب جميع شرائح المجتمع العالمية وثقافاتها المتنوعة والمتعددة.